عملية إدانة والغرب لا يستمر والعالم لا يستمر والكل لا يستمر. يعني حتى كلمة إدانة بسيطة ما سمعناها من العالم. احنا عندنا مجمل مشاريع البارحة ذاكرنا بيها على سبيل المثال. يعني هي الخطوة الأولى، يعني البارحة تكلمنا عن بعض الأخوان تضليل الإعلام الغربي. الآن الغرب أشبه بالمجنون بإدانة فلسطينيين. إحنا ما نريد نتكلم عن 7 أكتوبر، هذا شعب مقاوم، شعب محتل أرضه، من حقه أن يسوي أي شيء، يفجر نفسه، يروح يجمع العدو، يشوف أرضه. لكن تضليل الإعلام الغربي الآن اللي أخذ أبعاد مو طبيعية لأول مرة. يعني يجب أن تكون لدينا خطوات لإيصال الرسالة الحقيقية للرأي العام الغربي أولاً بهذا التضليل. واقترحوا الزملاء حتى هسه نناقشها، راح نفتح مجال لحضراتكم نناقشها، نسوي منصة متواجدة على المنصة أشبه بالمرصد. أي تضليل، أي خبر يطلع خاطئ، نطلع الخبر الصحيح مباشرة ونشرح على مئات أو آلاف المؤسسات الإعلامية حتى العالم والرأي العام يعرفه. وهذا راح نتحدث به بشكل تفصيلي وبشكل فني ايضا. الجانب الاخر اللي نتحدث به ايضا مقتل الصحفيين، الذين تنقطع الصحف مقتل الان شهداء. اولا دورهم تهدمت، هم من عوائل اكيد مغنيه، يعني اغلب الصحفيين بالعالم العربي هم مو اغنياء بالمال. فهؤلاء لهم حق، عوائلهم على الاقل علينا باعاده بناء او المساهمه في اعاده بناء مساكنهم وبيوتهم اللي هدمت. يعني هذا فقد ابنه وفقد عزيزه كصحفي والان ما عنده بيت. يعني احنا ممكن تنتهي المعركه شو نقول مثل عوائل الشهداء؟ نروح نعطيهم درع على سبيل المثال او نعطيهم قلاده؟ اعتقد من القضيه العمليه ان نساهم بشكل فعلي. يعني راح ندعو النقابات واحنا راح يكون اول جهه ان شاء الله، مو اول جهه بالمقدمة. يعني احنا كنقابة الصحفيين العراقيين اتخذنا قرار قبل 3 أيام تخصيص مبلغ كبير جدا يعني لزملائنا عوائل الشهداء الصحافة في غزة، يعني ساهم في بناء منازل. وايضا راح ندعو شخصيات عراقية اخرى ساهموا. البارحة كنا نتكلم مع شخصية وكانوا الزملاء قاعدين معاي 3 أو 4 من الزملاء كلهم.